السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم سريقة مثل معنا فيديو جديد بالقناة من سلسلة نمط المهني لاعب، الحلقة رقم 8. فبتمنى قبل ما نبدا دعمك بزر اللايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. ومثل ما انتم شايفين بالحلقة الماضية كان عندنا مباراة بالدوري الاوروبي مع نادي مالمو النادي السويدي. طبعا بس خلينا نذكركم بترتيب الدوري، كنا تقريبا بالمركز الثاني بالدوري. خلينا نشوف. طيب كنا بالمركز الثاني بالدوري، توتنهام هوتسبير طبعا ما زالوا متصدرين ب 12 نقطة، بس فرق الأهداف يمكن لأنه مسجلين أهداف أكثر منا فهن المتصدرين حاليا. إن شاء الله بهذه الحلقة رح نحاول يعني إنه نخطف الصدارة. صراحة الدوري من بدايته مبين إنه دوري جدا جدا قوي. فخلينا نشوف، حاليا عندنا مباراة يعني بالدوري الأوروبي. صراحة كنت عم بفكر إني ما ألعب المباراة، يمكن لياقة اللعب حاليا عندي ما تعتبر كاملة، ومع نادي مالمو يعني تعتبر مباراة سهلة نسبيا تقدر تقول، فرح نتخطى هاي المباراة. طيب خلينا نعمل تخطي لهي المباراة إن شاء الله بس إنه نفوز فيها. طيب والله فزنا 4-1، والله شيء ممتاز. يعني اهم شيء اني فزت لانه عم حاول يعني قد ما كان انه خلي المباريات كلها قويه مشان تكون حلقه جدا ممتازه. فعنا مباراه مع فريق ديربي كاونتي، ايضا لازم انه نتخطى هاي المباراه لانه فريق يعتبر صاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز، فما بيحتاج انه يعني نلعب معه. والله عندك توتنهام تعادلوا، يعني لو فزنا فرح نتصدر. اوكي فزنا 2-1، والله شيء حلو. اوكي والله هي شيء حلو. يلا في عنا مباراة بالكاس مع نادي ساوثهامبتون، فطبيعي ما رح نقدر نتخطاها ورح نلعب هاي المباراة. المدرب ايضا مستدعينه، ما بعرف ليش ما عم يستدعي لوكاكو مع انه لوكاكو المفروض انه اقوى مني. فالمهم انه المدرب مستدعينه، وبسم الله خلينا ندخل على المباراة. يا والله حلو، ضاعت بس يلا حلوة. اوه يا الله ضاعت. شوط اول سيء جدا بالنسبة لنا الصراحة، 0-0 النتيجة، تقييمنا 7، يعني احصائياتنا جيدة لكن لازم انه نتقدم النتيجة. يلا يا الله على الاسيست وعلى الهدف، والله هدف ولا اروع. حطها بالعارضة، صح انه اجت بالعارضة، كل حلقة يعني اكيد لازم تجينا عارضة، بس هالمرة اجت عارضة وفاتت هدف. شوف 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 الباص، وهو والله حطها بشكل ولا اروع. اوه يا الله على الهدف، والله لونج شوت ولا اروع. شوف والله قطعناها من المدافع، شوف اللونج شوت يا الله، والله الحارس ما له فرصة ابدا بانه يصدها، ونتقدم النتيجة 2-0، هدف واسيست، والله شيء حلو. يلا 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 وبوم. لا يا الله ضاعت. اوه يا سلام عليك يا سيدي، روح يلا يلا يا الله. كمل 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 كمل. لا اوه بالعرض وهدف. يا الله اساسي اساسي، لازم كل يعني مباراة عرض او عرضتين على الاقل. يا سلام عليك، روح احتفل روح احتفل. لوكاكو حاطينه على البدلاء، اهم شيء اني انا عم شارك. ان شاء الله بيبيعوه، ان شاء الله بيحطوه على البدلاء، اهم شيء انا عم شارك اساسي. شوف والله ديلوفيو لعب لي باص لكن تقريبا بالقدم الضعيفة لعبها. لا والله لعبها باليمين، شوف هي بالعارضة ونزلت بالهدف. يا الله لازم كل مباراة عرضة. بوم يا حبيبي، الله الرابع، 4 أهداف في شوط واحد. الشوط الأول والله كان أصعب من هذا 100 مرة. الله انتهت المباراة 4-0 تقريبا، هي مباراة ذهاب بس، يعني مباراة واحدة ما بظن إنه في ذهاب وإياب، ما بعرف بالضبط. تقييمنا 9.4، عملنا شغل جدا ممتاز، هدفين وأسيست بهالمباراة، شيء حلو يعتبر. طيب خلينا بس بداية نغير رقم القميص، فراح نحط رقمنا 10. خلينا بس نشوف هيك اللاعب، أيوه تمام، فخلينا نحط رقم 10. والله ما بعرف هل خليه 10 ولا 9، على اعتبار يعني اغلب الاس تي بياخذوا رقم 9، بس راح خليه 10. اوه والله ماركينيوس انصاب شهرين، حرام، يمكن افضل مدافع عنا هو ماركينيوس. مباراة مع استون فيلا راح نعمل لها تخطي الصراحة، يعني مباراة تعتبر سهلة نسبيا. ما زالوا توتنهام متصدرين تقريبا، هن لعبانين بس 6 مباريات، نحن لعبانين 5 مباريات، يعني الفوز بخلينا نتصدر. والله فزنا 1-0، شيء حلو. اوكي التدريبات والله شيء جيد، يعني قرب الريتنج من 80. لا اله الا الله، في اصابة كمان مكارثي، 7 ايام، اسبوع، يعني مو مشكلة اسبوع، مو مثل ماركينيوس راح شهرين. في عنا مباراة مع نادي جلاسكو رينجرز، ايضا راح نتخطى هاي المباراة. يعني مباريات المجموعات تعتبر سهلة نسبيا على الورق، يعني حاليا احنا معنا 3 نقاط وهن معنا 3 نقاط، لازم بس نفوز عليهم. اوكي وفزنا 3-1، والله حلو، فريقنا يعتبر قوي جدا، جابوا عدة لاعبين الصراحة بسوق الانتقالات وصار يعني يعتبر قوي. المفروض كنا نشارك بدوري ابطال اوروبا لكن يلا مو مشكلة. في عنا مباراة مع نادي ويست بروميتش البيون، ايضا راح نضطر انه نعمل تخطي لهي المباراة. يعني شوف لو بتشوف ترتيب الدوري، شوف ويست بروميتش شو ترتيبه، يعني ترتيبهم ال 14، فطبيعي يعني اني اعمل تخطي للمباراة، خاصة انه مباراة يعني تعتبر سهلة نسبيا، عم حاول انه اخلي المباريات القوية بس. والله شكلنا راح نتعادل، والله تعادلنا، انا ما بعرف، والله كنت حاسس انه راح نتعادل، ما بعرف ليش، شكله راح يرتفع الريتنج ل 80 بهي. يا رب يا رب.
اه والله ما ارتفع، بس في بعض الطاقات ارتفعت شوي. اوكي ارتفع الريتنج ل 80، والله حلو. في عدة طاقات ارتفعت. اوه والله في مباراة مع توتنهام، مع المتصدرين، مباراة تحديد المتصدر. شوف حاليا توتنهام، نحن توتنهام نفس النقاط، يعني تعادل راح يضل توتنهام بالصدارة. لازم 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 اني فوز مشان اتصدر. والله انا مستغرب لغاية الان ليش لوكاكو ما عم يشارك ولا مباراة شارك بهالموسم. وبسم الله تبدأ مباراة تحديد المتصدر بهالدوري الانجليزي. اوه والله صد سيليسن، يا الله 10 دقايق وما لنا عارفين نمسك الكرة حتى. اوه يا الله والله ما عم يتركوني اهجم. يلا يلا يا الله ضاعت. يلا يلا يا الله يا عم كارثي، والله الفلو يلعب لي مرة ثانية. اوه لمين هي انا ليش لمين؟ اوه والله رح يجيبه شكله. لا 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 والله شاطه وجابها، يا الله ما توقعت انه يسجلها، لانه اساسا لاعب محور وقلت انه ممكن لو لعبي باص انا اللي سجلها، لكن اهم شيء نتقدم بالنتيجة. والله يمكن اول هجمة هيك هجمة خطيرة على المرمى. شوف شوف والله لعب له باص ولا اروع، ما بعرف ليش هيك المدافع فرتونخن واقف عم يتفرج، والحمد لله هدف. يا الله والله كانت هجمة. شوط اول والله جيد لكن بنفس الوقت يعني سيء. شوف تقييمنا 7، ما عرفنا نستحوذ. شوف بس الاستحواذ 60% لتوتنهام، والله شيء صعب. ونفس عدد الهجمات، ان شاء الله بالشوط الثاني انه نحافظ على التقدم ولو قدرنا انه نسجل هدف ثاني. يا سلام يا سلام. اوه الله لا 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 عارضه يا اخي. كل مباراه كل مباراه لازم. هات 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 هات. الله يلا يلا الله هذا هالمرة مو عارضة، يعني من بعد العارضة فورا ركنية وطلعت رجعت لنا وسجلنا هدف الحمد لله. حلوة الهجمة، روح يا باركلي، رجع يا باركلي، روح يا لاعبي. الله هي هدف ثالث، هي هدف ثالث. بالوقت بدل الضايع، بالوقت بدل الضايع. الله حلو على لوريس وبالقدم الضعيفة. انا توقعت انه تجي بالعارضة ولا شيء، لانه لازم اساسي انه بكل مباراة على القليلة عارضة. والله انتهت المباراة وفزنا بنتيجة 3-0. مباراة صعبة صعبة صعبة، صح اني فزت 3-0 لكن المباراة كانت صعبة جدا. يعني شوف يمكن هن ما اجتهم هجمات بالشوط الثاني الاستحواذ لانه لكن الهجمات، لانه يعني من 4 تسديدات على المرمى سجلنا 3 اهداف، احصائية تعتبر جدا ممتازة. اخيرا اخيرا تصدرنا، فرق 3 نقاط عن توتنهام وعن ارسنال. يا الله والله دوري صعب صعب بشكل مو طبيعي. والله لغاية الآن ما في غيرنا نحن وليفربول ما خسرنا ولا خسارة، يعني شوف نحن 0 خسارة وليفربول أيضا 0 خسارة. في عنا مباراة مع نادي ماينز أيضا رح نتخطى المباراة، لأنه بعدها فورا عنا مباراة ضد مانشستر يونايتد اللي رح تكون مباراة صعبة جدا أكيد. فزنا 3-0 والله حلو. اوكي مباراتنا ضد اليونايتد وايضا المدرب استدعانا على المباراه، وبسم الله بسم الله ان شاء الله انه نفوز بهي المباراه مشان نضل متصدرين. او ديبالا ديبالا عند اليونايتد، يا الله الله يسترنا. والله مباراة رح تكون صعبة، خلينا بس نشوف تشكيلة اليونايتد. طبعا المباراة على أرضنا فهذا شيء يعتبر يعني إيجابي بالنسبة لنا. ديبالا روني مارسيال كاريك، تقريبا تشكيلتهم نفس الشيء بس طلعوا إبراهيموفيتش وعندهم ديبالا. ديبالا شوف ديبالا، لا 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 لا، وين الدفاع وين الدفاع؟ الله 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 إيه قطع قطع قطع، يا الله يا الله. حلو يا جوكيركا الله عليك. اوه لا 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 مو بهالشكل، يا الله مو رضيانه تنقطع. يا سلام عليك، الله يستر من ديبالا، الله يستر من ديبالا. او بالقدم الضعيف حلو. اوه الله يستر الله يستر. اوه حلو حلو والله عم يهجموا عم يهجموا. روح يا مراليس مراليس مراليس، اعطيني يا مراليس. اوه يا الله قدم ضعيفه. شوط اول سيء الصراحه بالنسبه لنا، تقييمنا 6.5. شوف بس شوف الاحصائيات، استحواذ 62% لمانشستر يونايتد، والله ما عم نعرف نمسك الكره. الله والله باصك حلو. ايوه 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 روح 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 روح. لا بلنتي 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 حلو، هي فيها طرد هي فيها طرد. والله كرت اصفر يعني ما في ولا لاعب كان المفروض انه اخر مدافع. يلا يا ليتون بيلز يلا يا ليتون بيلز، سجلها 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 سجلها. لا يا اخي عارضة كل مباراة عارضة، ضروري يعني تلعبها بهالشكل؟ هات طيب هات هذا ليتون بينز هذا. شوف 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 يا الله الله، هي هدف هي هذا ليتون بينز اللي جابه بالعارضة. يا الله
الله يستر الله يستر من هذا ديبالا. اوه لا 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 يا الله يا الله. حلو حلو الحمد لله. اوه حق لوفيو لوفيو باخر دقايق سجل باخر دقايق. ايه حق لا اله الا الله. والله سهل والله سهل. يا بالوقت الضايع كل مرة. اوه الحمد لله الحمد لله بالوقت الضايع. اهم شيء اهم شيء جبنا الفوز. اوه باسيست الحمد لله. شوف 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 لعبنا له الباص والله كان باص حلو وسجلها الحمد لله انه سجلها. اوه انتهت المباراة. والله ما توقعت اني راح فوز بعد ما شفت الدقيقة تقريبا 89 وشفت ان المباراة قربت تنتهي فقلت انه راح نتعادل على يعني على الاغلب. تقييمنا 8.1 التقييم يعتبر سيء نوعا ما بتقدر تقول. عملنا اسيست بهالمباراة الحمد لله احصائياتنا تعتبر جيدة. اهم شيء انه جبنا الفوز. طبعا في عنا مباراة بالكأس ضد نادي نيوكاسل. طبعا هذا الكأس شيء واللي لعبناه من شوي مع ساوثهامبتون شيء تقريبا هذا كأس الامارات والثاني كأس الاتحاد فراح اعمل تخطي ايضا لهي المباراة بس ان شاء الله انه نفوز فيها. تقريبا هاي مباريات ذهاب واياب بس ماني متاكد بالضبط. اوه فزنا 2-1 والله حلو. كنت خايف الصراحه اني اخسر ما بعرف ليش. ما زلنا متصدرين طبعا فرق 4 نقاط عن نادي توتنهام وفرق 5 نقاط عن نادي ارسنال. صراحه يعني لغايه الان احصائياتنا جدا ممتازه يعني طلعوا بس على الفيدرالتي بالدوري وين مانشستر سيتي 90 مانشستر سيتي واليونايتد السابع. غريبه ارسنال الثالث طبعا مو الرابع ما بعرف ليش. انا الشيء الوحيد اللي يمكن كل حلقه بيصير انه لازم يجي بكل مباراه عارضه ما بعرف ليش. فصراحه راح انهي الحلقه يعني حاليا لانه يعني شوف عنا مباريات مهمه الشهر الجاي. خلينا بس نورجيكم المباريات. هذا طبعا هي اخر مباراه بهذا الشهر. فالشهر الجاي عندنا مباراه مع ارسنال مباراه مع مانشستر سيتي هذا بالنسبه للدوري وعندنا مباراه بالكاس طبعا مع نادي كريستال بالاس. مباراه قويه الصراحه راح تكون الشهر الجاي. فبس شباب هيك كون نهايه الفيديو. بتمنى الفيديو عجبكم بتمنى دعمكم زر لايك تشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك. والصراحه اجتني تعليقات من الحلقه الماضيه تعليقات كانت ولا اروع صراحه من المشتركين. بتمنى ان تستمر بتعليقاتكم اللي هيك بتحفز الواحد انه ينزلكم شغلات ثانيه بالقناه وينزل محتوى افضل ان شاء الله. فان شاء الله راح احاول اني انزل سلسله المود يعني مو بشكل يومي يعني ممكن ننزل يوم ويوم ما ننزل يعني هيك بنحاول انه ننزل كل يومين حلقة. فبس شباب هيك وصلنا لهذا الفيديو. بتمنى الفيديو عجبكم. بس هذا كان عندي اليوم. شكرا خير فيديو جاي. في امان الله.